بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا مين هيدخل السماء، ولقينا أن الإجابة فيها عناصر كتير قوي. أولا المؤمنين، لازم اللي يدخل السماء يكون عنده إيمان بصاحب السماء المسيح. نمرة اتنين، لازم يتعمد عشان يتولد ولادة يورث بيها السماء. اللي مولودين من الآب ليهم حق في السماء لأنهم ورثة الله. الروح القدس عربون الميراث، لازم يعيش بالروح. التايب رجله بتفلت ويطلع برا السماء وبعدين يرجع بالتوبة لسكة السماء، يبقى لازم التوبة المستمرة. اللي بيتناول هيثبت في المسيح، والثبات في المسيح يخليه يجيب ثمر، والثمر يدخل السماء. الخدمة وعمل الرحمة تدخل السماء بكل أشكالها. الفضائل علامة أنك مرتبط بالمسيح تدخل السماء. تكسب نفوس للمسيح يدخلك السماء. طب لو واحد كل اللي أنا قلته ده مش في دماغه وربنا عاوزه يدخل السماء، ساعات يعمل ايه بقى؟ ربنا يشد ودنه شوي. ربنا من رحمته بالبشر بيأدبنا. كأب بيأدب عياله مش عشان بيكرههم، لا، ده عشان بيحبهم قوي ومش قابل يهلكوا. فتأكدوا ان اي تأديب من ربنا بالبلدي كده من ورا قلب ربنا. يعني ربنا لما بيأدب أو بيشد على حد بيبكي مع ولده أكتر ما ولده بيبكي، وبيتوجع معاه وجع أكتر ما ابنه بيوجعه. في كل ضيقهم تضايق، بس ساعات بيشوف بحكمته أنه من غير التأديب ده مفيش فايدة، هيهلك. سيقول لا، ما بدهاش، مش هقبل يهلك، أشد عليه، أضبطه، أعمل له العملية، أوجعه بأي طريقة، بس المهم ما يهلكش. ولو زعل مني النهاردة بكرة هيصلح، ولو قفش علي وخصمني النهاردة بكرة يعرف أنه مصلحته. لكن معلش، زي العيل الصغير اللي هيرفص وهيزعق وهيتغاظ لأنه هو مش شايف غير اللي هو عاوزه بس. الكبير اللي بيحبه شايف مصلحته، حتى لو الحقنة هتوجعه أو خلع الدرس أو العملية أو العلقة السخنة. تعالوا نتكلم، اللي هيدخلوا السماء هم اللي بيقبلوا التأديب من ربنا. حين يأتي تأديب من الله في أكتر من موقف، يا ترى هتقبل من إيد أبوك العصاية، ولا هترفص وهترفض وتقول له هسيب لك البيت؟ ده اللي هيحكم أبديتك. أرميا قال: عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. يعني يا رب صدقني فهمت أن الإنسان ما يقدرش يظبط سكته. محدش فينا يعرف ينشن على السماء 100%، يا ما بتفلت وكل يوم بتفلت مننا. أدبني، يعني الحل إيه؟ بما أن الإنسان مش عارف يأمن طريقه للسماء، يبقى الحل أدبني. أدبني يا رب ولكن بالحق، لا بغضبك لألا تفنيني. تعالوا نفهم بقى الآية دي، ده موضوعنا الأول. ليس للإنسان طريقه، يعني إيه ليس للإنسان طريقه؟ يعني يا ما بيتهيأ لنا أن السكة دي صح، وبعد شوية نكتشف لا، مش دايما صح. لأنه الآية تقول: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. طبعا في سكك واضحة زي الإيمان والمعمودية والتناول، لكن في اختيارات في الحياة. واحد يختار يهاجر، يا ابني انت عارف السكة دي تأذيك ولا تفيدك. واحد داخل على جواز، انت عارف الموضوع ده اتحسب مظبوط ولا لا، الشخصية دي أنسب حد ولا لا. في قرارات كتيرة. ليس للإنسان طريق أن يهدي خطواته، لأنك ما عندكش نظرة بعد 20 سنة المنظر إيه، دي عند ربنا بس.
فأنت بتتوقع بتحسبها حسب المعطيات اللي قصادك، لكن ربنا شايف أبعد منك كتير قوي. فالواحد لو اقتنع بالحتة دي إنه مهما بدا الموضوع مظبوط قوي، لازم يقول يا رب استر، يا رب أنت اللي شايف، أنا مش عارف هحط رجلي فين. أي قرار مهما تحسب بدق، تظل القاعدة دي سرية، ليس للإنسان طريقه. ويل للحكماء في أعين أنفسهم، وصدها بقى إيه؟ إياك تثق في حكمتك 100%. مهما قريت وعندك خبرة وعندك ثقافة والناس بتلجأ لك، في الآخر قول يا رب أنا جاهل، أنا معرفش اللي هقوله ده يفيد ولا يضر، أنا مش متأكد القرار ده دقيق ولا لا. فخليك دايما عارف أنه ناقصك حكمة مهما كبرت وعرفت. ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم. من هنا بنفهم أنه عشان الإنسان تمشي سكته صح، أأمن سكة، أأمن حالة يوجد فيها الإنسان في دخوله للسماء هي حالة الألم. استغربوا بقى، حالة الضيق هي أكتر حالة الوضع فيها أقرب للسماء. يعني بالبلدي كده، أيام الصيام الكبير وأيام الخمسين الفرق واضح. في الصيام الكبير درجة الحرارة الروحية أعلى. طبعا كيسة ما كانتش قصده كده، بس ده ليه؟ عشان ضيقة علينا، بناكل بحساب وبنضيق على نفسنا في حاجات كتير، مش كده؟ أول ما بتفك شوية بتلاقي الروحانيات هزت. طبعا كانت الكنيسة عاوزة ناس أحسن من كده شوية، اللي خدوه في الصيام يكملوا بيه في الخمسين. لكن احنا مجربين بخيبتنا لا مؤاخذة، يعني انه لا، التضييق بيجيب معانا كلكم بدون استثناء. يوم ما كان عندك مشكلة كبيرة قوي طلعت احلى صلاة، ودموع احلى دموع، وركب محنية، وكانت الدنيا سخنة لوحدها، لا محتاج ابوك الروح يقول لك اعمل ولا ما تعملش، هي شغالة لوحدها. ولما الدنيا بتفك احنا كمان بنفك ونجري يمين وشمال. طب يبقى الواضح انه اكتر طريق يخليك حاسس انك متزبط على السماء، متسنطرة على السماء، هي لما تكون في وضع ألم. عشان كده القديسين لما كانوا يتألموا كان استقرارهم النفسي اكتر، لانه عارفين انه في حالة الوجع والضيق المسيح اقرب والسماء اقرب. وهما بس المطلوب في الحالة دي أشكرك يا رب، قابل منك يا رب، اسندني يا رب، مش مطلوب كتير. لكن لما ما يكونش في وجع، لا، مطلوب كتير، مطلوب جهاد أكتر، مطلوب خدمة أكتر لأنك مريح، مطلوب حرص أكبر. عشان كده المسيح قال ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك. في واحد مرة قال لي أنا عمري ما دقت حكاية رحب الطريق دي، أنا عيشتي كلها ضيقة. قلت له يا بختك، على الأقل أنت ما فكرتش كتير. هي صحيح ليها مشاكلها، الاعتراض والتذمر واليأس والشك ليها مشاكلها، لكن التانية أسوأ، السكة المريحة بتخلي الناس تبعد خالص وتزوخ وتنسى ربنا وتنسى أنها هتموت. فرحب الطريق يؤدي للهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. كل الناس بتدور على الواسعة، كل الناس بتدور على الراحة، إلا الحكماء. الحكماء ما يدوروش على الراحة، فاهمين صح الراحة دي للسماء مش دلوقتي، مش وقتها دلوقتي. الواسعة مش مهم دلوقتي، ليه تعيش في واسعة؟ وسع على غيرك وضيق على نفسك، خليك حكيم. ندخل بقى على أدبني يا رب، أدبني ولكن بالحق لا بغضبك لألا تفنيني. آية تاني بتقول إيه؟ تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلم. يعني إيه أدبني؟ أدبني دي كلمة صعبة. المهم ما تسيبنيش أموت،
أموت يقصد أموت موت أبدي. أنا مش عاوز جهنم يا رب، لكن من هنا لليوم الأخير في العمر براحتك. أنا مش عارف أتربى إزاي، مش هقول لك تربيني إزاي، ما يصحش، أنت أبويا برضه. لو شايفني مش ماشي عدل براحتك. هضطر أغمض عيني وأقول لك دوس وخلاص. لكن إلى الموت لا تسلمني. بولس شرحها باستفاضة بقى، لأن الكنيسة الأولى كلها كانت تحت تأديب. أيام الأولى الجيل الأول ده يا جماعة إحنا مرفهين جدا بالنسبة له. لما تقروا سفر الأعمال أو رسائل بولس أو بطرس أو يعقوب، أي واحد يختار يبقى مسيحي في القرن الأول بيختار الغلب، بيختار العذاب، بيختار الاضطهاد بنفسه. إحنا النهاردة بنزعل إن كالوا علينا فلوس ولا كالوا علينا ترقية، إحنا بنتكلم في وادي تاني. اللي زيك زمان لما كان يختار يبقى مسيحي قفلت خلاص باب الراحة في وشه، انتهت الأفراح للأبد على الأرض على الأقل. فكان كثير ما يتكلموا عن التجارب والتأديبات لأن القرن الأول كله كده. الذي يحب الرب يؤدبه. يبقى لما يحصل في حياتك تأديب إياك تفهمها ربنا بيكرهني، مفيش حاجة اسمها كده، ربنا متغاظ مني يا ابني، ده تفكير بشري، مفيش كده، ده هو بيحبك قوي فمركز معاك. ولأن ما حالتك دي ملهاش حل حاليا غير كده. وما تقوليش ليه يعني ما فلان أسوأ مني، بص هو عارف حساباته، ما هو أيوب كان في نظر الناس أحسن واحد، إنما ما كانش معاه ينفع معاه غير التأديب، لكن بالنسبة لجيله كان أحسن واحد، ومع هذا ما كانش يصلح له حاجة تدخله سما غير التأديب. الذي يحب الرب يؤدب ويجلد كل ابن يقبله. يعني التأديب ممكن يبقى جديد. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. اللي محتمل أبوه يبقى ابن بجد، يستاهل يقول أبانا لأنه مستحمل أبوه باللي بيعمله فيه. أي ابن لا يؤدب أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فإنكم نغول لا بنون. دول أولاد مش شرعيين، دول أولاد مش مهمين، يتربوا أو ما يتربوش دول مش ولادنا. اللي مش ولادنا زي ما يطلعوا، لكن لا، ولادنا لازم يتربوا. طب خلاص، وانت عاوز تبقى ابن ربنا بجد ولا أي حد؟ عاوز ابنه بجد وتورث معاه السماء، اقبل التأديب. ثم قد كان لنا، هيكلمنا بلغة بشرية بقى، مش احنا واحنا صغيرين كلنا، كان لنا اباء اجسادنا. اباء اجسادنا يعني اهالينا من الناحيه الجسديه، مؤدبين. روها صح في العربي، كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين، يعني كانوا اهالينا بيأدبونا. ما فيش حد ابوه ما شخطش فيه ولا خد له علقه، عادي. وكنا نهابهم، يعني كنا بنعمل لهم حساب. أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ يعني الوالدين اللي كانوا يزعقوا ولا يشدوا ولا يعاقبوا، كنا بنعمل لهم خاطر وحساب، ولما كبرنا قلنا معلش برضو إيه، كانوا عاوزين مصلحتنا. طب مش بالأولى أبو الأرواح اللي بيبص للحياة الأبدية يبقى بالأولى نخضع له؟ الآية دي فرقت معايا لأن سيدنا أنبا فهم فضل يكررها في أيامه الأخيرة، وأنا كنت أحب الآية من الأول بس حببني فيها أكتر. سمعا سمعت فرايم ينتحب. فرايم ده كان شعب ضخم، بس كان أكتر شعبه متعب على فكرة. على قد ما كان يوسف أبو فرايم أحلى واحد في الأصباط، على قد ما منسى أبو فرايم كانوا أسوأ أصباط، عبدوا الأوثان. فأرمية بروح النبوة بيقول سامع إفرايم بيشهق بيعيط زي العيال. إفرايم ده ما كانش شخص، ده كان جيش شعب. ينتحب أدب، بيقول إفرايم أدبتني فتأدبت، يعني ظهر العلقة سخنة، لأن فعلا سبي أشور ده كان زل، ورا منه سبي بابل، وأيام كانت صعبة. كعجل غير مروض، يعني شوفوا بقى التشبيه، لما يكون عجل غير مروض ما بتعرفش تمشيه، تقول له يمين يطلع شمال، تيجي تركب عليه يدلقك. عجل غير مروض، لا هيروض بقى، لازم يروض. يعني كل واحد فينا
في وقت بصراحة بيبقى عجل غير مروض، يعني مش راضي يسمع الكلام، مش راضي يتعدل، مش راضي، حتى لو هو في الصورة شكله كويس زي أيوب، لا بس في حتة مش راضية تتعدل، والحتة دي مش هتدخله السماء، لا هنعدلها بالذوق بالعافية، لازم تتعدل وإلا فيها جهنم الحكاية. توبني فأتوب. لما تأدب قال له أنا فاهم، ما هو العلقة دي عشان الكلمة دي، طب ما تجيب من الآخر وتتوبني، غيرني، أدبتني فتأدبت، إن كان على التوبة توبني، توبني بالذوق بس كفاية تأديب. يعني إيه؟ عاوزني أتوب خليني أتوب، مش أنت عمال تدوس عشان أتوب، طب أنا عاوز أتوب وأخلص، لأنك أنت الرب إلهي. أول شرط بنحطه ربنا في التأديب إحنا اللي بنشرط عليه، شوفوا الدلع بقى، بص لما تأدبني، لما تأدبني ما تكشرش في وشي، فربنا يقول لك حاضر، هبتسم وامسك العصاية، حاضر. فيقول إيه؟ يا رب لا تبكتني بغضبك. المزمور ده جميل جدا، يعني إيه؟ هو ضمنيا بيقول له إيه؟ بكتني بس من غير غضب، يعني ايه؟ شد عليا بس ما تكشرش. وفي ناس كتيره حساسه، تقبل اي نوع من العقاب او التاديب بس ما تخاف جدا من نظره العين او الوش، لانها تمثل نوع من الرفض. بص ما ترفضنيش واعمل اللي انت عاوزه. فهو ربنا يقول موافق حاضر، انا ما عنديش كراهيه لاولادي طبعا. فلا تؤدبني بغضبك، يعني طمني انك لسه قابلني واعمل اللي انت عاوزه فيه. قول لي بحبك وامسك الكرباج، موافق. لا تؤدبني بسخطك، ما تبقاش ساخط، بخاف منك، مش عاوز اشوف سخط. السخط دي بتاعت الاشرار، بتاعت الهالكين، بتاعت الناس اللي ما يعرفوكش. انا بحبك وانا ابنك، انا عارف اني متعب وعجل غير مروض، لكن لما تؤدبني لا بغضبك ولا برجزك ولا بسخطك. ارحمني لأني ضعيف، يعني أدبني بس برحمة، أدبني بس حتة حتة، خدني على مهلك شوي أحسن، مش بستحمل الخبط الجامد. اشفيني يا رب، اشفيني، يعني لما توجعني اشفيني، ما أنت بتأدبني عشان تشفيني. عظامي اضطربت ونفسي انزعجت جدا، دي على فكرة بنقولها في الأنديل، المزمور ده بيتكرر في صلاة مسحة المرضى اليومين دول كتير. ليه؟ لأنه بنقول له أنا فاهم يا رب أن أي تأديب في حياتي نوع من الشفاء، بس أنا نفسي منزعجة، مش قادر أقبل لسه التأديب، أنا حيران، عارف أنك بتحبني بس اللي بيحصل مش عاجبني، فنفسي منزعجة جدا، عظامي بترفص فيه، مش مبسوط باللي بيحصل. لكن فهمه نظريا، عارف وقالوا لي كتير أنه ربنا بيحبك مش بيكرهك، بس اللي بيحصل أنا متغاظ منه. إذن لا بغضبك دي تخلينا برضو نبص على مزمور تاني. رضيت يا رب عن أرضك، رددت سبي يعقوب، غفرت أثام شعبك، سترت جميع خطاياهم، حللت كل رجزك، رجعت عن سخط غضبك، ردنا يا إله خلاصنا، اصرف غضبك عنا، هل إلى الأبد تغضب علينا؟ هو أنت هتفضل زعلان على طول؟ شوف التعبير ده حلو إزاي، هو أنت هتفضل زعلان على طول؟ عشان كده ساعات نقول في التسبيحة أو في صلوات الصيام الكبير ارفع غضبك عنا، ما نقصدش غضب وحش على فكرة، لأن ربنا ما عندوش غضب وحش، ما عندوش خطية اسمها خطية غضب، لكن عنده غضب على الشر. فلما بنقول له ارفع غضبك عنا، يعني شيل الشر بقى اللي في حياتنا عشان تبقى فرحان بينا، احنا مزعلينك، وكنا مزعلينك مضايقنا ومضايقك، فما نشيل الزعل ده بقى، نشيل الشر اللي في حياتنا عشان تبقى راضي عننا وفرحانين بيك. أنت يا الله تعود فتحينا. الغضب ليس على أولاد الله، وإنما على الشر اللي في حياة أولاد الله. أنا بقول كلام على فكرة كل أب وأم فيكم عارفينه. ليه؟ أنتوا لما بتغضبوا على أولادكم بتكرهوهم؟ ما بيحصلش، بس بتبقى متغاظ جدا، إزاي ابنك يعمل كده؟ فالغضبة دي انت مجربها، غضبة مفيدة،
غضبة محمولة بحب مش محمولة بكرة. طبعا في بعض الآباء بتفلت منهم بتقلب كده بشكل مرضي، لكن الطبيعي للأب الطبيعي إنه بيغضب لأن في غلط، لكن هو ما فيهوش كره في اللحظة دي. عشان كده يقول غضب الله معلن من السماء على، مش على الناس، على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم. كان عندي واحد من الشباب اللي بيعاني من المثلية هوموسيكشواليتي، قال لي أنا مخضوض من موقف الكنيسة اللي دايما بتتكلم إن غضب ربنا علينا، ليه بتطلعوا ربنا مش قابلنا؟ قلت له لا استنى، ربنا بيحبك جدا ومات عشانك ومستنيك تدخل السماء، وده موقف احنا متأكدين منه، لكن ربنا مش حابب الخطية دي، لأنه لما خلق ما خلقش اللخبطة دي، اللخبطة دي صناعة الشيطان، لكن انت كإنسان غالي عنده جدا وممكن تسبقنا كلنا وتبقى أحسن مننا، لكن ربنا إن كان غضبان غضبان على الغلط مش عليك، لكن انت ابنه المحبوب، واللي هو مات عشاني بس مات عشانك كمان. احنا لازم نميز في علاج كل الناس ان ربنا حين يغضب لا يغضب على الناس لمجرد ان هم ناس، مهما عملوا على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم، يعطلوا الحقيقة بالخطيئة. اذا تعالوا نراجع، التأديب ضرورة للخلاص، التأديب ضرورة للخلاص. نفسي كلنا يبقى عندنا شوية خوف مقدس ونقول المزمور ده كل يوم، لا تؤدبني بغضبك يا رب، زبطني من غير عصاية، أنا عارف أن استاهل 100 عصاية بس أنا مش قد العصاية، بالذات لو جت في ولادي أو جت في حبايبي، اعمل معروف، زبطني بالذوق، أوجعني بس خلي إيدك علي أنا زي ما داود قالها، لتكن يدك علي أنا، يعني ما تأدبش حد بسببي، إنما هو مش هيعمل كده إلا لو كانت ضرورية لخلاصك وخلاص من حولك. حتى لو أنت مش فاهم ومش مقتنع، معلش مخك على قدك، لأن ده الباب الضيق اللي عدى منه كل القديسين، مفيش واحد دخل السماء حياته كانت سهلة، مش هتلاقوا حد في السماء هيضحك ويقول على فكرة بقى أنا عشت 2 يومين في الأرض فل، لا لا، ده حضرتك هيكون بيتشاوي الناحية التانية، مش تبعنا خالص ده. أي حد هيكون في السماء هيبقى عنده قصص يحكيها لك، قصص أيا كان نوع القصص، لأنه هو كل دخل من باب ضيق. سماها القديس بولس بقى عشاق المسيح بيبصلها بصة مختلفة، بيبصلها أنه رقانا وخلانا نتصلب معاه. اللي يحب المسيح بيبصلها بصة أحلى وأحلى، مش مجرد باب ضروري للسماء، لا دي نوع من الترقية، انه قال لي ايه رأيك، انا مش اي حد بديله دي، تشرب من الكاس بتاعتي، هي مش دي المرة، مرة بس انت هتاخد صفطة انا هشرب كل، لا نشرب حاضر بدل الكاس بتاعتك، والصبغة، الصبغة دي الدم الصليب، فهنا شركة الام المسيح، فده اللي قاله البولس لما قال لأعرفه وقوة قيامته وشركة الامه، عشان أبقى شبهه، عشان أقوم معاه، عشان أتمتع بالسماء معاه. من هنا التأديب بيعمل فينا حاجة كمان ما تعملهاش ولا وعظة، بيحرك فينا اشتياق للسماء. أي حد تحت التأديب غصب عنه بيتمنى العمر يخلص، بيتمنى السماء قبل الأرض خلاص، بيكفر بالأرض. طب كويس، ما هو اشتياق السماء ده المفروض يبقى في قلب كل مسيحي، لو ما جاز بالذوق بيجي بالتأديب. التأديب ضرورة للخلاص لأنه بيعلمنا دروس ضرورية لدخول السماء. فالتأديب بكل أشكاله مدرسة التواضع. إيه اللي بيكسر كبرياء الإنسان؟ العصاية. الكبرياء ده لازق في الخلية الإنسانية من ساعة ما آدم وحواء طلعوا فيه. كل الناس تحب تشوف روحها. ايه اللي بيكسر الكبرياء؟ الذل. فلما بيجي ذل في الحياة خلاص هتتنفخ على ايه؟ هتعلي راسك فوق الناس ليه؟ ما انت تزليت. ايوب ما كانش ينفع مع غير كده، كان كل الفضائل فيه ما عدا الحتة دي، ومن غيرها مش هيدخل السماء.
وبانت طبعا في كلامه، يقول لك ده انا كانش ابائهم يشتغلوا عند كلاب غنمي. لا لا لا، ده انت يعني ملخبط خالص، ده احنا فاكرينك يعني. لا ده كان له كلمات تقول انه متكبر بتاع بلاده يعني. فهنا خد له العلقة التمام فتسوى بالأرض. ففي الآخر قال له لا فهمت خلاص. مدرسة الصلاة، لو ما عرفتش تصلي طول حياتك عدل هيجي لك يومين هتصلي هتصلي ملهاش حل، هتتحط في سجن أربع حيطان هتصلي، هتدخل أتون نار ملهاش حل غير تصلي، هيبقى حالك شوية سود ما ينفعش معاهم غير الصلاة. فخلاص هتصلي يعني هتصلي. مدرسة التوبة، عمنا يونان كان راكب دماغه وكمنه عشمان في ربنا قوي. خلي بالكم يونان مليان فضائل، يونان صديق الله واخد عليه بدلع، فبيعند معاه ومتأكد انه ربنا مش هيبيعه. لكن لما ساق فيها قال له لا يا يونان لازم تتوب، فقال له لا مش هتوب. عارفين العيل اللي بيعند يونان ده؟ انا بعتبره من مراهقي الكتاب المقدس، سن المراهقة ده. لا مش هصلي كده يعني. فربنا بمنتهى الهدوء هتصلي مش هصلي؟ لا هتصلي. هنشوف مين فينا اللي ام جاب له حوت عشان هتصلي يعني هتصلي. ابوك هيمشي كلامه في الاخر. فلما صلى اتعدل، وتعادلت الدنيا كلها بسببه. صور التأديب، التأديب مالوش شكل واحد. أول صورة مشهورة للتأديب الفشل. الفشل عموما نوع من أنواع التأديب، ومحدش فينا وأنا أقولكم ما عداش على أشكال من الفشل. الفشل في موضوع معين، الفشل في علاقة معين، الفشل في شغل معين، عادي. خبرة الفشل ضرورية للناس وهامة وضرورية لخلاص الناس. موسى النبي فشل في الوقت اللي كان غرضه كويس على فكرة، يعني موسى كانت نيته مش وحش، لكن فشل، غلط غلطة باندفاع كلفته 40 سنة، عاملة سوتة وما كانتش مقصودة. دي زي حادثة موت فيها واحد، هو ما كانش داخل بنية قتل خالص، بس في زمانهم دول فرعنا طبعا، راح ورا الشمس. لكن الفشل ده كان مهم جدا في حياة موسى، كانش ينفع يشتغل مع ربنا شغله غير لما ياخد العلقة السخنة دي. الخسارة نوع من أنواع التأديب. أبونا إبراهيم خسر كتير قوي في حياته، خسر خسارة ضخمة يوم ما لوط انفصل عنه، وهم بيفكوا الشركة أبونا إبراهيم بلغة النهاردة اتضحك عليه في ملايين، بس ما كانش عنده مشكلة، بس كان واجع قلبه أنه لوط ابني هو اللي بياخد الحاجة ومش فارق مع العشرة. بس تأدب، لأنه كون لوط يبعد والخسارة وجع مش قليل. وبعد شوية لما يلاقي إسماعيل بيكره إسحاق والاتنين ولاده، تأديبات. أبونا إبراهيم صديق الله، ما كانتش حياته سهلة أبدا. الألم أو الذل عموما، بولس الرسول الراجل بيعمل معجزات، عنده شوكة في الجسد مؤلمة يعتقد أنها رمض صديدي، والبعض قال كان معاه حاجة في ظهره كمان. راجل بيتأوه بيتوجع، عنده مرض مزمن وهو بيعمل معجزات عمال على يعني طول الوقت. طب وماله ليه كل ده؟ قلنا ضروري عشان يتعلم تواضع، يتعلم صلاة، يتعلم يشكر. مهم كابن يتأدب، وماله نقص تأديب ينقيه ليأتي بثمر أكثر. افتكروا أن التأديب يحمينا من حاجات وتودي جهنم حتف. تأديب يحمينا من الكبرياء. خير لي أنك أزللتني، لأنه لو الدنيا ماشية سهلة قوي ومن مجد المجد أرضي هنضيع. فالتأديب لما بيجي بيحمينا من كبرياء، من تعاجب، من افتخار، من عنجهية، بيحمينا من انحراف. الموجوع ما بيعرفش يتفنن في الغلط. من تألم في الجسد كف أو كف عن الخطية،
اتمنع عنه بعض الخطايا بسبب وجع قلبه أو وجع جسده. تأديب بيحمينا من الفردية. الفردية شكل من أشكال الذات أو الكبرياء، إنك تبقى أنا، اشتغل لوحدي أنا، الناس تمشي ورايا أنا، ده رأيي أنا، معرفش اشتغل مع حد. الفردية دي ما تدخلش السمع، لأن السمع عبارة عن عيلة، تيم، كله أعضاء في بعضه. فاللي ما بيعرفش يلعب تيم في الدنيا مش داخل السماء. هي النظام كده، كنيسة دي كلنا أعضاء دايبين في بعض، اللي رافع راسه وبيقول أنا ملوش مكان في السماء. طب الحل إيه؟ نقطع له رقبته؟ لا، هنديله على دماغه، مش هنقطع رقبته، عشان تنزل دماغه ويلعب تيم ويرك. التأديب حماية من العند. لما الواحد يبقى عنده عند، العند ده بيبان في أنه هغلط، يعني هغلط يا ابني، بلاش يا حبيبي، بلاش يا ابني، كفاية كفاية عند، كفاية مقوح، كفاية مكبرة، ما هي واضحة زي الفقر. في ناس دماغها ناشفة قوي مع ربنا، ملهاش حل غير التأديب. يتهيألي بعد الليستة دي يبقى الكل يقول ايه؟ متوقعين. طيب بدل ما يحصل حاجة نقول لا تؤدبني بغضبك ولا برجزك ترفضني ارحم. الغيرة المرة، التأديب حماية من الغيرة المرة. لما الإنسان بيتأدب بيتعالج إلى حد كبير من الحسد والغيرة والحقد والكلام ده. ليه؟ هو في إيه ولا في إيه؟ يلا اللي ينجح ينجح واللي يفرح يفرح، خليني في همي أنا بس، ربنا يستر علي يعديني بس الأزمة دي. كل بقى الكلام القديم ده بيروح وبيتبخر. طب هل نطلب التأديب؟ أدبني يا رب، دي كأننا بنطلب التأديب. بصوا أبائنا علمونا حاجة حلوة، قال لا مش لازم تطلبه، بس خليك مستعد تقبله. طلب التأديب أعلى مننا شوية، يعني عاوز درجة إيمانية قوية قوي. عاوز واحد بيروح يحط إيده تحت الدكتور ويقول له اعمل العملية ما يهمكش. أغلب الناس مش حابة العملية. فعموما مش هنقول اطلبوا التأديب، بس هنقول اقبلوا التأديب. لو ربنا سمح بي أشكرك يا رب على كل حال، لكن اعرف ان في ناس أعلى منك هيقولوا يا رب أدبني وإلى الموت لا تسلمني. زي في آخر المزمور الحفظ بتاعكم، اختبرني يا الله اعرف قلبي، امتحني اعرف أفكاري، انظر إن كان في طريق باطل اهديني. الآيتين دول معناها أدب. ممكن نخاف منه بس بشكل إيجابي. يعني إيه؟ في نوعين من الخوف هنا. في خوف يخليك تصلي تختشي، تختشي تغلط، تختشي تخاصم، تختشي من الخطايا. ليه؟ أنا مش عاوز أتأدب. كويس، جد بتفيد. وفي خوف نفسي مرضي يخليك ماشي مرعوب لحسن العيال اللي يحصل لهم حاجة. لا لا، ما يقصدش ربنا كده. فلازم نميز بين الخوف الروحاني، مخافة الله المفيدة اللي تخليك هربان من الشر ومتمسك بالجهاد والتوبة، وبين الخوف المؤذي اللي يخليك عندك انكزايتي وفوبيز. الشطارة قوي في التأديب انك لو حصل بأي درجة توصل لكلمة أشكرك يا رب. أشكرك يا رب في التأديب بتخفف الوجع قوي. أحلى مرهم لجرح التأديب كلمة أشكرك يا رب. تعرفوش تأثيرها غريب إزاي؟ اللي بيقدر ينتصر على وجعه بكلمة أشكرك يا رب بتحسه إنه متخدر. الوجع ما راحش 100%، بس وجعه هدي شوية لما قبل ووصل لكلمة أشكرك يا رب. آخر حاجة، عارف إيه اللي يساعدك وقت التأديب والتجربة؟ انك تنظر الى مجربين اخرين، انك تطلع من مشكلتك لناس كتيرة قوي عندها مشاكل زيك واكتر، فساعتها تهون عليك بلوتك، تحس انه لا ده انا كنت في عالم خيالي، انا ما شفتش الحقيقة بجد غير لما شربت من نفس الكاس. طلعت في ناس بقالها كتير بتشرب وعندها مرارة أكتر من اللي عندنا كتير. فهنا ده يخلي التأديب يهون عليك ويخف.
أختم وأقول التأديب ضروري لدخول السماء. مين اللي هيدخل السماء؟ الأولاد، أولاد ربنا المؤدبين. المؤدبين مقصود بيها الذين قبلوا التأديب من يد أبوهم لإلهنا كل مجد وكرامة.